خليل راح النوم وين طالع اليوم؟
ما شاء الله تبارك الله. هذه طالة الجبل الأسود محافظة الريف، أجواء رائعة والجو بارد بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف الموقع ابو حميد؟ ما يحتاج. شوف كيف، ما اقدر اعبر، الموقع فعلا ما يحتاج. ما شاء الله تبارك الله. يا ربي لك الحمد، احنا في نعمه ونعيم، نحمد الله ونشكر. زين قهوتنا وبنتقهوى انا والشيخ احمد ان شاء الله في هذه الاطلاله الرائعه. من يمينك ومن يسارك، طبعا هذا الجبل الأسود في محافظة الريف. طبعا والله أنا عقبة شوي، لكن شفت سيارات صغيرة واجد، بس أنها بتتعب شوية السيارة، لكن تصل أي سيارة ما شاء الله تبارك الله. الأماكن قليلة جدا جدا، يعني لا يجون العوائل ويورطون عزوبي، تلقى لك مكان يمين يسار وزينا قهوتك فيه، لكن ما في أشجار ظل. حاليا احنا في الصباح والأجواء باردة، لكن ما علينا ظل، يعني لو حمية الشمس والله ما تقدر تجي الصراحة. لذا الأفضل تجي بعد العصر تضمن الجو بارد يعني، والصباح بدري. ما شاء الله تبارك الله، هواء بارد، بدأ علينا الجو يغير. يا رب لك الحمد، وإطلالة واستمتاع بالأجواء صراحة. بغينا نروح جبل القهر، لكن هنا حاليا الاجواء لا زالت حلوه. الساعه 9 الصبح ما شاء الله تبارك الله، قهوينا افطرنا سولفنا نطبخنا شويه نطلع نستمتع بالهواء البارد صراحه. الجو جدا جدا رائع جبل الاسود. فبنشوف ممكن نجلس الى الظهر اذا ما شمست علينا، وبعدها بنروح جبل القهر ان شاء الله. وارسلنا وياكم الله تبارك الله. هذا موقعنا على الإطلالة هذه.